بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، خوتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا هو جواب على واحد سؤال طرح في الجروب ديال أحد الإخوة. يسأل يقول: ما حكم الرهن في الإسلام؟ ويعني يقول أنه يريد أدلة شرعية ولا يريد كلاما مطلقا من غير الدليل. طيب تبع معي، بغي أن تبع معي باش تفهم. أصل الرهن في الإسلام أنه مباح، جائز مباح، بدليل قوله تعالى: فرهان مقبوضة. والدليل من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، درعه مرهونة عند يهودي. ما هي حقيقة هذا الرهن الذي نتحدث عنه الآن، الذي هو مباح في السنة النبوية؟ أني مثلا أفعل مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أني محتاج مال فأعطي ضمان لأجل أخذ هذا القرض، مثلا محتاج 10 مليون، فأنا أعطي سيارتي مثلا كضمان ثم أخذ 10 مليون، ولما كان سالي 10 مليون كنجمعها ونقدر نردها، كنرد الفلوس وكناخذ سيارتي أو كناخذ هذا الشيء الذي هو ضمان، الذي يعد رهينة. الرهينة شنو؟ الرهينة هو الشيء المحبوس. السجين يسمى رهين، وقال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة، أي النفس البشرية مقيدة يوم القيامة بعملها. فالشيء المرهون هو الشيء المقيد، فانت عاطي واحد الحاجة فهي مقيدة بالدين، ترجع الدين تاخذ حاجتك، ما ترجعش الدين مشات لك حاجتك مثلا. إذن هذه هي صورة الرهن المباح في الإسلام. الرهن الموجود الآن هو صورته مخالفة لهذه الصورة التي تحدثنا عنها الآن. ما هي صورة الرهن الموجودة الآن؟ وهي أني بغيت نكري دار، فالدار كتسوى 2000 درهم للشهر، فكان مشي عنده تيقول لي: يا مول الدار ما نعطيكش الدار 2000 درهم للشهر، تعطيني 3 مليون ناخدها تبقى عندي وغنكري لك 3 سنين، هاد 3 سنين غتكري فيها ب 1000 درهم ماشي ب 2000 درهم، من تسالي 3 سنين تبغي تخرج غنعطيك 3 مليون ديالك. هذا هو الرهن الموجود الآن. هذا الرهن الموجود الآن هو ضرب من الربا. لماذا ضرب من الربا؟ لأن القاعدة تقول: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذه القاعدة من جبناها، أصلها حديث ضعيف، لكن هذا الحديث الضعيف لا يعني أنه متروك. حديث ضعيف السند صحيح المتن، فكما لا يخفى على الناس الذين درسوا علم الحديث أن الأحاديث أقسام، فمنها ضعيف السند ضعيف المتن فهو مردود، ومنها صحيح السند ضعيف المتن فهو مردود، ومنه صحيح السند صحيح المتن فهو مقبول، ومنه ضعيف السند صحيح المتن فهو مقبول، غير أنه لا ينسب إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال قال النبي، يقال حديث ضعيف صحيح المتن معناه معمول به ومقبول عند العلماء والصحابة ومعمول به بالتواتر. فهذا الحديث: كل قرض جرى نفعا فهو ربا، حديث ضعيف السند صحيح المتن، أي معناه صحيح معمول به من الصحابة إلى يومنا هذا بالتواتر. ما معنى كل قرض جرى نفعا فهو ربا؟ أصل القرض لماذا يعني؟ أصل القرض في تعريفه هو تبرع بمنفعة عين على وجه مؤقت من غير مقابل في حياة المتبرع، مع استرداد مقدار العين من جنسها. أعيد، هذا هو القرض، تبرع بمنفعة عين، بمعنى كنعطي فلوس تبرع من عندي، إحسان، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فهذا القرض هو تبرع، يعني من المعاملات التبرعية. فالمعاملات في الإسلام تنقسم إلى قسمين: إلى معاملات تجارية ومعاملات تبرعية. فالمعاملات التبرعية ليس عليها مقابل، والمقابل من الله، من الأجر من الله.
وأنواع هذه التبرعات أو المعاملات التبرعية خمسة: الوصية، القرض، العارية، الوقف، والقرض، قلت القرض والهبة. الهبة، الوصية، العارية، الوقف، القرض. ما عنديش وقت فاش نفصل هذا الشيء كامل، لكن كل هذه المعاملات التبرعية بخمسة فيها شيء مشترك، وهو على يعني وهو بدون مقابل، لأنك اللي خديتي عليها مقابل ما بقاش معاملة تبرعية. يقل أو تنزل منزلتها من المستحب ومن الشيء الذي يؤجر عليه إلى الشيء المباح أو الشيء المحرم. هنا القرض قلت هو تبرع بمنفعة عين، يعني كان أعطيك الفلوس ما تبرعش لك بعين، لن أملكك المال، إنما سأتبرع عليك بمنفعة الشيء. أنا أعطيك 2 مليون غتنتفع بهم كيف بغيتي، هذا السلف. فهو تبرع بمنفعة عين، عين ماشي هذه، عين يعني شيء معين، شيء محسوس، تبرع بمنفعة عين في حياة المتبرع. لأن إلى تبرعتي أو عفوا إلى تمتعتي بهذه منفعة العين في 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 وفاتي أو في أو حال وفاتي المتبرع، أنا ما كيبقاش قرض، هنا كتولي وصية، لأن الوصية تنفذ بعد موت الموصي. لكن في حياة المتبرع هنا إما هبة أو وقف أو عارية أو قرض. تبرع بمنفعة عين في حياة المتبرع على وجه مؤقت، يعني غترد لي مادام غترد لي، إذا ما بقتش هبة، إلا بحيدنا على وجه المؤقت وردينا على وجه التأبيد، هنا ما بقاش قرض ولا هبة كادو. أما على وجه المؤقت أتردها لي، إذن هو قرض سلف على وجه المؤقت من غير مقابل. إذا خديت عليه مقابل ما بقاش قرض تبرعي، ما بقاش إحسان. إما أنه كيولي يقل قلت درجته، لكن إذا كان قرضا كيولي محرم، يولي قرض ربوي. سأفصل. مع استرداده، أي مع استرداد القرض بمقدار العين من جنسها، يعني سلفتك 10,000 درهم كترد لي 10,000 درهم بالتمام والكمال من غير نقصان ولا زيادة، إلا إذا بغيت نعفو عليك أنا نقول لك ردي غير 5,000، لكن ما عنديش حق نزيد عليك ولو درهم، كما جاء في الحديث درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. عطيتك 10,000 درهم تعطيها 10,000 درهم، ما تجيش عندي وتقول لي خذ التليفون كيسوى 10,000 درهم، لأن ممكن نبيع التليفون ويعطيني غير 8,000 وضعت أنا في 2000، ممكن نبيع التليفون ويجيب لي 12,000 فوليت واخذ 2,000 درهم ربا. لا، عطيتك 10,000 درهم عطيني 10,000 درهم مع استرداده بمقدار العين، المقدار من جنسها، يعني عطيتك فلوس ترد لي فلوس، عطيتك تليفون ترد لي تليفون، وهكذا. إذا هذا القرض، نرجع لصورة القرض الموجودة الآن في المغرب وفي البلاد العربية خصوصا في المغرب. دخلت كريت عطيتك 2 مليون وكريت 1,000 درهم للشهر، كان بغي نخرج كترد لي 2 مليون ديالي. إذا هنا سلفتك 2 مليون، لكن شو ربحتي؟ ربحتي 1,000 درهم كل شهر. ما تقولش راه نقص لي 1,000 درهم في الكرة، لا سيدي لا سيدي، ما تنقصش لي في الكرة 2,000 درهم نكري من عندك، أو لنسلفك 2 مليون وما نكونش كاري عندك، ما نكونش كنخلصك في الشهر مزيان. أو لا، صورة ثالثة، غنسلفك الفلوس، أنا أعطيك الفلوس وإلا كريت عندك 1,000 درهم ما ترجعهمش ليا، ولكن هذه حتى واحد ما غيديرها، حتى واحد ما غيبغي يكري ويعطي 3 مليون لمول الدار ومنين بغي يخرج يقول لي بلا ما ترد ليا، ولكن هذه هي الصورة الحلال. أما أني نمشي عنده ونخلصه 2 مليون يشد عنده 2 ومن يبغي نخرج يردها ليا وانا كل شهر كنعطي 1,000 درهم، راه سلفت 2 مليون زائد 1,000 درهم كل شهر، راه ولات 4,000,000 و80,000 ريال، وما عرفتش شحال غادي تولي حسبوها. فهذا كل قرض جرى رفعا فهو ربا. روى ابن ابي شيبه في مصنفه عن زر بن حبيش وهو احد التابعين، علّه متوفى سنه 81 للهجره، يقول زر بن حبيش: إذا أقرضت رجلا مالا ثم بعد تمام الأجل جاءك بالمال الذي أقرضته ومعه هدية، فخذ المال الذي أقرضته ورد عليه هديته، فإنها ربا. وعلى هذا إجماع العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على خطأ، وفي رواية مسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو العكس. فالإجماع، فالأمة معصومة في إجماعها. فصورة الرهن المباحة أعطيك فلوس تردهم لي، صورة القرض المباحة هي يعني أعطيك فلوس تردهم لي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أجر كريم. أما
هذه القضية ديال الرهن الموجودة الآن فهي على خلاف الرهن الذي أباحه الله والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصورة الموجودة الآن هي عين الربا، وإن كان هذا الحديث ضعيف وما بغيتيش تأخذ منه فهي عين الربا وهي معنى الربا، لأن الربا في اللغة هي الزيادة والنماء، كما كيقول راب الحليب. راب الحليب ما معنى راب الحليب؟ يعني دات لك شكوشة، طاب وراب أو لخسر دات عليه شي حاجة، فالربا هي الزيادة والنماء. وقال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا الزيادة، فعطيتك الفلوس وربحتي منهم زيادة أخرى خلاص كل شهر، فهذا هو عين الربا، وهذا هو الذي حرمه الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. كنتمنى تكون الفكرة واضحة، أتمنى أن يفصل جيدا، وإذا كان بقي شي سؤال فمرحبا خليه في تعليق أو أرسله على الخاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.